يا مرحبا، كيف الحال؟ أموركم طيبة؟ كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. يا هلا، أحبكم. أعطيني القلب أشوف. الله عليك، أموت فيك. هلا والله، حياكم الله. الضفة الثانية، شو الأخبار؟ يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من هذا مكانك، البرنامج اللي يجمع النقطة من كل مجال، شخصيات تحبونهم ونحبهم، عشان كذا نقول لهم حياكم الله في هذا مكانك، ورحب فيهم واحد واحد. فارس قفز الحواجز وفاء الحسون، يا هلا والله. صاحب الشخصية العفوية نايف الرشيد، تفضل يا نايف. تأخرت يا نايف، الثقل الثقل صنعة يا نايف، خفيفة الظل وصنعة ابتسامة سلوان علي، تفضل يا طولة العمر. يا هلا والله. من أم الدنيا الفنان والبش مهندس طارق صبري، الله أكبر. الطول بعرض، الله أكبر، الله أكبر يا طارق. أرق فنان وأجدد عروسة، الله أكبر. من هي يا شاب؟ شري عادل، يا هلا والله. تفضل يا سيدتي. يا سلام، الخجل بقى بتاع العرسان أحبه أنا أموت فيه. يا هلا وسهلا فيكم، نورتوني، يا مرحبا فيكم. يا جماعة الخير، قبل ما أبدأ أرحب طبعا بضيوفي منوريني. ويلكم ويلكم. حرام عليكم، الجهة اليمين مرة مقفلين على خير. على فكرة يا جماعة، وأنا أتصفح الأخبار لفتتني دراسة صادمة. أي والله، الدراسة تقول إنه النساء في العالم يبكون 70 مرة في السنة تقريبا، المعدل. أنتم يا النساء تبكون 70 مرة في السنة، أما الرجال فيبكون بالمجمل 7 مرات. شفتوا الفرق؟ 10 أضعاف. بس على فكرة احنا بنتنكد 70 مرة كل ما بيعيطوا. دراسة النكد ما ادري عنها. رايك يا طارق، بحكم انك يعني بسم الله ما شاء الله عريس، ويعني عندك خبرة في مجال، لسه ما دخلناش بقى في موضوع العياط ده، ما ربنا ما يجيب عياط. يا رب. بس دي ميزة لو الدراسة دي حقيقية، يعني ميزة ان الست عندها امكانيها انها تفرغ ده، تفرغ مشاعرها في العياط، لانها دايما اشوف ان الرجالة مظلومة في الحتة دي شوية، ان انت ما تقدرش تعبر عن اللي جواك، ودايما مجتمعاتنا الشرقيه شايفه ان ده غلط، ان انت يعني كده تبقى راجل زي ما بيقولوا عليها حتى بنقول بطريقه مشاعرك مرهفه يعني. هو صح يا طارق، انا لما بتخيل شخص بسم الله ما شاء الله طول بعرضه عضلات ويعيط، ويوم ما يعني تبقى حاجه مسخره على الاخر. لا حرام عليك، لا دي مشاعر، مشاعر مالهاش علاقه براجل وست. لا طيب يا شيري، من السبعين عياطه دي كم منها حقيقيه وكم منها مفتعلة وكم منها دلع؟ يعني لو قسمناها هتتقسم ازاي؟ هي في 12 مرة ثابتة في السنة لازم فيهم عياط. لا طبعا. لا يعني معرفش، هي الست برضو مشاعرها يعني معرفش، احنا برضو يعني عندنا مشاعر برضو زيادة عنك، انتوا عمليين شوية، الرجالة عملية شوية عننا، احنا مشاعرنا بتتحرك بسرعة قوي، انتوا هادين عننا اتقل شوية. ايوه احنا لا، احنا ممكن حاجة بسرعة تقوم مش عليلنا حاجة بسرعة، طبعا مش كل الستات بس المعظم يعني تتشعلل بسرعة تهدى بسرعة. الراجل لا مش كده اعتقد، يعني الراجل اتقل اهدى ما يتأثرش بسرعة. ده كله مدح في اللي جنبك طبعا. ها مدح بطريقة غير مباشرة. الراجل بيستقبل بيستقبل وهي بتدفع. ايوه ها وفاء، وفاء انت طبعا خيالة ما شاء الله، الخيول تبكي ولا لا؟ ممكن بحالات مرة يعني شديدة والله بتنزل دموع من عيونها؟ لكن أنا بالعادة البقرة مرة نادرة جدا يعني. صح بكيتي مع الخيل يعني، أنتوا بكيتوا سوا بحكم علاقتكم يعني بسم الله ما شاء الله يعني؟ إيه بصير يعني والله؟ لما تر مثلا في مواقف صعبة يعني كروسية يعني فيها كثير أشياء يعني تر عندك دموع، بعدين أحيانا تر أشياء مو بنفس ما خططت تزعل يعني عادي قد صحت عندهم تصير يعني. أنا سلوان، حاسة إنه السبعة هم اللي خلوا السبعين يعيطوا. السبعة. السبعة يعني احنا متهمين في نظرك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نايف انقذني يا نايف. الراجل دايما مظلوم على فكرة والله. يعني ليه 77؟ باين إنه سبعة. لا أنتوا اللي بتعيطوا على أي حاجة، بعدين عادي لو شفت صاحباتك تخشي كده يلا شيرنج إز كيرنج. الحلقة دي فقط. على فكرة لا بس السبعة بتاعتنا يا طارق عن 7000. يعني تخيل أنا وأنت ونايف دلوقتي عيطنا. لا ده لا ده ترند، لا هتبقى حاجه انت عارف لو عطل من غير سبب كمان هتبقى ما لا اله الا الله ومن العياط
والدموع ان شاء الله دائما تكون دموع فرحه. نقول لضيفتنا ونجمتنا شيري تفضلي، هذا مكانك، يا مرحبا. يا سلام، يا مرحبا، يا هلا يا هلا يا هلا. اخبارك ايه يا شيري؟ الحمد لله. طبعا من وشك مبين انك بسم الله ما شاء الله تحبي الشوكولاته جدا. طبعا يعني في علاقه بينك وبين الشوكولاته. أوه. علاقه عاطفيه. أيوه. لماذا؟ لا انا بحب اي حلويات على فكره، مش شوكولاته بس، يعني اي حلويات. يعني انا وطارق مثلا في اول يعني ما ابتدينا نقرب من بعض انا جبتها بالشوكولاته حضرتك. لا قول الحقيقه. بالملبن بالقشطه. كنا رايحين عند دكتور، كنت تعبانه شويه وكده، هو كان جاي معايا، فانا تعبانه وطالع عند دكتور، فلقيت عندنا محل مشهور قوي بتاع حلويات شرقيه فظيعه، واحنا طالعين قلت له بس اجيب ملبن بالقشطه، قال لي احنا طالعين عند الدكتور، انت تعبانه انت عيان. قلت له انا عايزه ملبن بالقشطه، وجبت بقى طبق وقعدت. انا بحب الحلويات بطريقه فظيعه، مش الشوكليت بس. ليه؟ عشان بتجيب السعاده. يعني الشوكولاته هي على فكره ترى اكتشفوها فين؟ الشوكولاته اكتشفوها في امريكا اللاتينيه، وكانوا بيذوبوها بيشربوها مره. الاسبان هم اللي اضافوا السكر ليها يعني. ده حقيقي. الشوكولاته اللي هي بنسميها الدارك المره دي، كان هي دي الاساس الشوكولاته. ما بحبهاش الدارك شوكليت، انا ابتديت احبها مؤخرا. بس انا الاكل الحلو هو متعه من متع الحياه بالنسبه لي. انا مش زي مثلا في ناس تاكل عشان لازم تاكل وعشان لا، انا بالنسبه لي متعه. انت من هذا الجروب؟ الجروب تبعي يعني. طب كويس. اللي هو ما ينفعش اكل لوحده، لازم جنبه الحاجات يعني. ويكون الاكل حلو ومزاج وكده يعني. وطارق اخباره ايه؟ لا طارق بسيط يعني لا يعني يحب الاكل وكل حاجه، بس لا مش زي يعني، مش يعني ممكن لو انا عملت طبخه معينه ياكلها ويبقى مبسوط وكده، مش الله مش طلباته كتير. بيض مسلوق برضه تمام. اي يعني موجود يعني. ما شاء الله مريح. ما شاء الله انت طارق راجل. ما شاء الله. خلاص طارق ابعت لك كل محلات سويتس اللي هنا. والله يعني شوكولاته السينما المصريه. ايوه عشان كده نسبه الشوجر فيها قد ايه؟ لا ده هي يا مسكره على الاخر. الله. طيب اسم شيري هو بالاساس في نون ولا ما فيش نون؟ في شيرين، شيرين عادل. بس انت يعني الغيتي حرف النون المسكين. هو في مخرجه كلنا بنحبها، مخرجه مشهوره قوي عندنا في مصر ومشهوره في الوطن العربي، اسمها شيرين عادل المخرجه. فحسينا ان الدنيا هتبقى ملخبطه شويه فخليناها شيري عادل. ده دكتور يحيى الفخراني اللي اقترح الاقتراح ده. بس للامانه اسم شيري يعني جاي بالملي. بالمقاس. ها بالمقاس. وانت تحب شيري اكتر ولا شيرين بالنون؟ لا انا ليه اسامي كتير تانية بقى، ما انا بقول لها حاجات. لا بس طار لا احب شيري طبعا. لا سمي لنا اسم او اسمين منها. اسمها الحلوه دي بقى طار. اي حاجه مفتري اي ترند. اسمها الحركي معايا بطوطي. بطوطه. بطوطي. اختراعات بقى. طيب انا راح بعد انكم خلونا نشوف الفيديو السريع هذا. ربنا يخليكم لبعض. انت بقى محضره لك مفاجاه. ده موبايل بدل اللي انت بعته. ربنا يخليك ليا يا غمر. خليك لينا يا حبيبي. تعبتي نفسك يا حبيبتي وكلفتي روحك. تعبك وراحه يا ماما. بتقولي ما انت اهو جنابيب لسه جايبها لي برضه. انا راح ارجع بقى. انا منبهر بالاثاث اللي جوه. الاساس حلو ولون الحيطه حلوه. المهندس اخبارك؟ لا معدي معايا تمام. الحمد لله. تمام. ده مسلسل الا انا. ايوه الا انا دلوقتي يتعرض على الاس بي سي. دي حاجه بسطاني قوي. انا كنت عايزه اقول لك يعني انا مبسوطه قوي 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 انه بيتعرض على القناه هنا يعني حاجه تشرفني والله. راضي عن الاصداء جدا الحمد لله. يعني بنسبه كام؟ 100%؟ 70%؟ لا راضيه جدا لانه الحمد لله يعني يا رب ينجح كمان. انا عارفه انه بيتعرض دلوقتي هنا فلسه هنعرف بقى الفيدباك ان شاء الله قريب. بس عندنا في مصر الحمد لله نجح جدا، وهو قصه من ضمن كذا قصه يعني. الا انا ده اسمه امر شخصي، اللي هي القصه بتاعتي، هي عباره عن 10 حلقات. موضوعها هو كل المواضيع بتاعتها كانت عن المراه، فقضايا مهمة جدا والحمد لله نجحت عندنا الحمد لله وعجبت الناس وانبسطت يعني. وكيف كانت كواليس المسلسل؟ هل فعلا كواليس المسلسل بتعكس الأداء على التمثيل؟
لا مش لا يعني اكيد ممكن تاثر عليك في مشهد، ممكن تاثر عليك في مشهد، لكن لا هو الحاله العامه بتاعت الدور نفسه هي اللي بتاثر عليك اكتر من الحاجات اليوميه اللي بتشوفها في التصوير. لا ما بتاثرش قوي الا ممكن في مشهد مشهدين وما بيتحسوش قوي يعني انه ده حصل تاثير يعني تهيألي. هل فعلا انا سمعت انه في بعض الممثلين اذا كان عنده يعني مشهد فيه خناقه لا بيفتعل خناقه جوه الست عشان يحاول انه ياخذ الطاقه السلبيه ويخش بقى تمثيل؟ في ممكن حد يعمل كده. ما عملتش حاجه كده؟ الله اكبر الحمد لله. ارجوك يا طارق المعلومه عندك، عيونك بتتكلم يا طارق. اول مره تسال السؤال ده في حياتي وفي توقيت غريب جدا. والله بجد؟ لا يعني اوقات بس الواحد ايه مش لا مش بيفتعل خناقه مع حد، بس هو نفسه بيبقى متشعلل كده وحاسس ان هو ايه يمكن انت فتنت عليا ولا ايه. لا والله العظيم من راسي والله. لا يعني هو كان الضحيه طارق؟ لا لا والله لا، بس كنت لسه بقول له اول امبارح بقول له اوقات كده الواحد لما بيبقى داخل مشهد سخن كده بيبقى عايز يناكف في حد كده يقعد ياخد ويدي معاه عشان يخش. لسه كنت استفز نفسه كده. اجل طلع فعلا تكنيك يعني، بس مش بتخانق يعني مش لدرجه خناق مع حد، بس انت كنت بتبقى بتشعل كده وبتناكف في حد كده او يعني يعني ممكن حد يقول لك معلومه تقول له ليه وايه اللي حصل وانا وجهه نظري، يعني تحاول انك تشد كده نفسك عشان تفوق كده. امتى قلت لنفسك يا سيده هو ده؟ هتصدقني لو قلت لك ان احنا الاثنين مره اتكلمنا في الموضوع ده ولقينا ان احنا مش فاكرين امتى قررنا ان احنا عايزين نكمل مع بعض حياتنا. والله بجد؟ والله العظيم والله هي مفيش لحظة عارفين نمسكها. الموضوع حصل كده تبقى زي ليرز كده، عارف الطبقات كده ما تفضل تحط خبرات حياتية ورا بعض كده فوق بعض. أنا يعني في وجهة نظري كده يعني إن الجواز أنت ممكن تبقى شايف إن هو ده الصح الاختيار وكل حاجة، بس ربنا ما مشيش الموضوع، عشان كده بقول لك هو اسمه نصيب صرف. وفي ساعات تبص تلاقي الموضوع أنت ما يعني لا يعني ما نقعدش حتى نعرف نفتكر احنا امتى قررنا نتجوز، احنا فجأة يلا احنا عايزين نتجوز، ما احنا ليه مش يعني ليه مش هنتجوز دلوقتي؟ ليه نستنى مش يعني حتى كنا عاملين بلان ان احنا نتجوز كمان شوية. ايوه صح. وحاطين بقى لستة الحاجات هنعملها قبل الجواز ومش عارف ايه وترتيبات ايه ومين يجي من امريكا ومين يجي من المانيا ولازم فلان يجي في الصيف وحاجات كده عجيبة. وانا عايزة اعمل فرح على البحر وكان عندنا طموحات. بس لسه ما عملتوش الفرح. احنا اتجوزنا بس لسه بقى ما يعني انا مش عارفة احنا ايه، انا مش عارفة هنعمل فرح ولا لا. عملنا كل حاجة بس انت خدتش بالك يا شباب. عملنا احتفال مع ايه؟ انت كنت مسافر بس. نتجوز بعدين نتكلم بالامور الثانية. طب اقول لك على حاجه، لو قررتوا تعملوا فرح على الضيق جدا وهتعزمي 5 فنانين فقط كده هتعمل فيا كده السؤال؟ احنا عشان كده ما عملناش الفرح. احنا عشان كده ما عملناش الفرح لان الموضوع هيبقى اولا احنا اصحابنا ما شاء الله الله اكبر كتير جدا وحبايبنا كتير واحنا بنحبهم وقريبين مننا وناس كتير جدا قريبه مننا، فالموضوع انا كان نفسي بقى ان انا احجز حاجه على البحر في الصيف، فقلت طب خلاص نستنى للصيف وبعدين قلنا لا طب ليه نستنى. انا هسهلها لك. اوكي انت 5 بقى وطارق 5 فنانين. فنانين اللي هو لا ده ماست كاب ده انت اجباري هتيجي انت جاي ما فيش اي نوع من انواع الاكسكيوز. هينفع السؤال ده يا شمس؟ والله والله انا ساعات اقول 5 هتزعل 25 وهتزعل 10 واقول لك انا ما تعدينيش في الخمسة بس طبعا هتفضل تقول للناس كلها انت كنت سادس واحد بس انا ما والله انا كنت هتبقى السادس بس هو هشام اللي قال لي 5 انسحاب. لا انت 5 لو عايز يا جماعه. لا بس في يعني بص انا كل الناس ما اقدرش يعني كلهم صحابي وكلهم، بس طبعا في 2 بالنسبه لي مستحيل اعمل الفرح غير لما هم يبقوا فاضيين. الحمد لله. بشرى والهام شاهين. ده اجباري. ده اجباري. طبعا. دورك بقى. طبعا. لا انا خليني انا معاك. طب خلاص جوز بشرى سالم. وإيناس شاهين اختي الهام شاهين. وامير شاهين. انت ممكن تعمل حاجه ثانيه. زملائك اللي في الاختيار 3. لا دول هيتعزموا دول في الفرح دول. لا حبايبي طبعا كلهم. اكيد طبعا. شيري قيل لي بانه شيري لما بتعصب وبتزعل بتشتم باللغه العربيه الفصحى. لا ما بشتمش، بتكلم بتعصب باللغه العربيه. بالعربيه الفصحى كنت كده.
كيف هذا يا سيدتي؟ كان عندي لا كان عندي مفردات كده تطلع في العصبيه بس في اللي هو لا بس دي بتبقى كوميديه بقى كانت بس بطلت على فكره هي لما الناس ابتدت تقولها وتهزر في الموضوع فابتديت لما اتخانق بجد بقى ما اتخانقش باللغه العربيه. ومن اللغه العربيه ننتقل الى صوره، ورونا الصوره لو سمحتوا. هذه لعبه. اوكي. لعبه دمها خفيف. اوكي. في خمس حاجات. اول حاجه قولي لنا عن تاريخ الصوره دي. الصورة دي كانت في دبي يوم النيو ييرز في أوتيل فيرزاتشي وبس. واحدة من الذكريات الحلوة طبعا. أحلى لكن في أحلى نيو ييرز. الصورة اللي على اليمين ناقصة خمس أشياء. أقولهم؟ على طول. أنت اكتشفتيهم؟ لا اكتشفت واحدة بس. يلا. لا اكتشفت اثنين. بص ال 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 في حاجة تحت مدورة لونها ذهبي كده على الأرض مش موجودة. مظبوط صح. أول واحدة. طارق يلا شد الحبة. ذكريات خطيرة دي، خطيرة في الحاجات دي. زرار البدلة بتاع طارق مش موجود. الله عليك يا زرار البدلة. مظبوط. اثنين. الدبلة موجودة أهم حاجة ولا إيه؟ ولا حد شال الدبلة؟ هي الدبلة في الشمال. لا الدبلة مش باينة أصلا. ماشي. أنا في حاجة متشالة من فستانها. نايف ادخل معانا. في واحدة ده إيه؟ ستروبري. وفي حاجة متشالة من فستانها حاجة. فين فين فين؟ حمرة. الله عليك. أيوة. مظبوط. صح 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 صح. في جولري كان وراها. وين جولري؟ وين؟ لا يمكن كان في جولري. لا ما في. لا احنا قلنا كام كده؟ شعرها على اليمين قصير شوية. ايه؟ شعرها على اليمين قصير. شعرها قصير؟ شال منه حتة. الله عليك يا نايف. اخر واحدة. انا ما اخدتش بالي. لا هما كده خمسة. كده خمسة؟ كده مش خمسة؟ لا لسه فاضل واحد. والله؟ هديكم مساعدة. مش شرط فيكم انتوا. أنا والله والله أقسم بالله إني أنا اكتشفتها وما خبروني. اكتشفت إيه؟ شفتها بعد. إيه؟ بالباك جراوند. يلا. إيه؟ الشمال القعدة بتاعت التمثال اللي على الشمال فوق في الكورنر. القعدة فوق على الشمال صح؟ الإنارة. بنسميها الإنارة. الله عليك. مظبوط. إيه ده؟ برافو. جابها. هي دي. الآن هي دي. لعبة اسمها هو وهي. جاهزين؟ يلا بينا على المسرح اتفضلوا. انت الاحمر طارق الازرق اتفضل. الصورتين خليها معاكي. الصورتين خليها معاك يا طارق. الصورتين؟ ايوه. اوكي. أنا ايوه اكيد طبعا اكيد. ما يصحش برضه يعني بيها ظهري. معلش معلش ده حلوه اللعبه. اللعبه بكل بساطه راح اسال سؤال. اوكي اوكي. لو انت شايف ان السؤال ده هي اللي بتعمله فبترفع صورتها انه هي. اوكي. لو انت شايفه انه السؤال ده هو اللي بيعمله الحاجه دي هي اللي هو اللي بيعملها فبترفع صورته انه هو مش انا. طيب جاهزين؟ تمام. لعبه هو وهي. أموت أنا بالألعاب هذه. أموت فيها. السؤال: مين دائماً يبدأ في الخناقات؟ هي؟ الله عليكم اتفقوا. لا الشروط ما بتبصوش لبعض نهائياً. أوكي اللي بعده. مين ابتدى بكلمة أحبك؟ الله. مين المغامر في القرارات؟ لا انا عايز اعرف هو قال ايه الاول. ها هو قال ايه الاول بعدين تكتشفي بعدين. مين المغامر في القرارات؟ الله. مين بيعتذر اول بعد الخلاف؟ لا 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 يعني هي قالت هي وانت قلت هو. اشرحوا لي دي بقى. اشرح لي بقى يا طارق. رد بصراحة. لا طبعا انا اللي بعمل كده. ماشي خلاص عشان هي ماشي. مين يضحك التاني اكتر؟ يا سلام.
قال ايه؟ قال ان هو ولا ايه؟ قال ايه؟ من هو؟ من هو اكثر رومانسيه؟ يا عيني انت لو قلت غير كده هطلع انا اللي هزعل منك. مين اللي بيتصل على التاني اكثر؟ ايه ده انت لسه هتفكر؟ ماشي. اختلفوا، ماشي. ايه ده؟ انت قلت ان انا؟ ايوه. لا انت اللي بتتكلم اكتر بكتير. ماشي. طارق بجد انت قلت ان انا ولا انت؟ بغش. مين اكتر واحد يطلب دليفري؟ لا يعني مع السؤال برضو يعني ليه اجابتين. اللي هم يعني بقى؟ يعني لا بس بيتهيألي لا انا عرفت الاجابه. هيقل. مين اكتر واحد يطلب؟ اه غششتيه يعني ها؟ جزاك الله خير والله. لا يا شيخ لا ما هي ما يعني انا هقيس اجابه. طب ماشي يلا تمام يا طارق. الله الله على السؤال، سؤال رائع، سؤال انا شخصيا اموت فيه. أيوة. السؤال هو مين اصدقائه مصدر ازعاج؟ طب وده انا هطلع ايه من هنا؟ ماليش دعوه. ده مالوش اللي اصدقائه يعني هم شويه مزعجين يعني بيجوا في وقت بيتصلوا في اوقات مش يعني لا اكيد انا فهمت لا. السؤال غلط. لا دلوقتي دي انا عاوز افهم. شيري ايوه شيري قالت شيري. لا وطارق قلطان. لا والله انا برضو يعني انتوا كله اصحابكم مزعجين ولا لا إيه؟ مش قوي كده توقعناش في الناس. يعني انت جاي تجاملني في السؤال ده ما كنت جاوبت بحاجات تانيه. ماشي شفت وقعتنا في بعض. من الذي يتنرفز ويتوتر اسرع؟ انا كمان مختلفين. ماشي لا ده بس عشان قلت لي انت ما جاملتنيش ولا سؤال. مين اللي ينسى المواعيد المهمه؟ بدون مجاملات طبعا. نسيان لا لا انت بتنسى. ماشي بقى شفت غششتني ازاي؟ غشتك؟ لا اله الا الله. مين يتحكم في المنيو والمطعم؟ مين؟ قوية. مين اللي وقته رايح على السوشيال ميديا اكتر؟ هتقول انا اكيد. معقولة يا طارق؟ انا متهم بده لعلمك. مش ده مش حقيقي بس انا متهم بده. مين اللي بيدفع اكراميات اكتر في الحياه العامه؟ الله الله الله. كريم جده كريمه بالاكراميات. احنا لازم نجاوب. انتوا الاثنين عارف لو جاوبت على السؤال ده. من المتهور في القياده اكتر؟ طارق انت بتفكر كتير. ما هي ما بتسوقش. الله عليك يا طارق. وبعد الاسئله اللي كلها رومانسيه طبعا وكلها خناقات نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. ثانك يو فيري ماتش. تعالى بكلمك اكتر. اليوم الحلو ده. هلا والله فيكم من جديد في هذا مكانك. شوفوا يا جماعة الخير عشان قبل الفاصل كان في اللعبة الحلوة هو وهي النسب تقريبا كانوا متطابقين بنسبة 75%. فهذه بسم الله ما شاء الله نسبة رائعة يعني الله أكبر. وليغ انا كنت اتمنى 100% بس الشكوى. لا ده بس كالي على حاجتين من شويه بتقول لي انت عملت. دلوقتي انا في الفاصل بقول له انا بكلمك اكتر. طب تصدق لما تكلمني والله العظيم ما انا ارد عليك. قال لي انا دلوقتي هنمشي اقول اتخانقت. وليه اتخانقنا؟ اصل كنا في برنامج فاتخانقنا فيه. ومن البرنامج ننتقل ايمن الى ضيف جديد. جيبوه انا عايزه حي. نايف الرشيد يا هلا والله هذا مكانك اتفضل. ما حاسك متوتر يا نايف؟ ارحب ثم مرحب ثم مرحب لغايه ما يبقاش منرحب ولا حاجه. يا مرحبا بيك يا حبيب قلبي. على فكره نايف بسم الله ما شاء الله نص سعودي والنص مصري. مصري نص اسكندراني على فكره. يعني اسكندراني اسكندراني يعني مش اي مصري خلي بالك يعني. على فكره انا بطلبك فلوس والله.
عارف تصويت ستار اكاديمي التصويت تصويت اقسم بالله ضربت تليفون الوالد الله يرحمه كان محطوط برا بصوت لك لغايه ما ارتفعت الفاتوره واتضربت يرضيك تخيلوا من 17 سنه ها انا برنامج ستار اكاديمي أيوه. وانا بسمع كل يوم اللي انا صوتت لك بفلوسي لا اله الا الله خلاص نفسيا اتدمرت هاتوا الفلوس اللي عليكم كل واحد في الحياه عنده مش الكل بس بعض الناس يكون عندهم هدف يبون يحققونه في هذه السنه بالضبط وسبحان الله بقدره قادر يتاجل الهدف ده والسنه اللي بيتاجل كمان ويتاجل ما هو هذا الهدف اللي كل شويه يتاجل عندك اللي فعلا ما قدرت تسويه اول هدف انا عايز امثل فاتوقع طاري وشيري موجودين النهارده دور الخليجي عندي اهو انا موجود والله انت لسه ما دخلتوا طيب يعني بسم الله ما شاء الله شيري وطارق شفتوا كيف التاثير المصري نفاذ هو النعم بيتوغل وينتشر انت ما شاء الله مكسر الدنيا بالتيك توك كم الان المتابعين اتوقع وصلوا 150 الف 60 الف والمشاهدات اليوميه اللي هي اللايفات عجيبه يا لا اللايفات حلوه اللايفات توصل يعني 10000 15000 الحمد لله بس ما بعملش كثير على فكره لايفات بس والله. الفلوس بس رقم مخيف لان عندي 10000 لايف كل يوم جالسين يتفرجون فعلا لا وبعدين يعني حتى ارباح التيك توك ما شاء الله تبارك الله يعني حاجه مبهره الله يرحم والدينك والدين انت والدين. الوحيد اللي راح تصدقني ها بالارقام الحقيقيه ابي ارقام كم ممكن الواحد يطلع من التيك توك كل واحد يعني كل واحد مباشر. كل واحد والناس اللي عنده يعني بالعاده اذا كان قوي جدا متوسط ضعيف اذا كان هو يعني ما اعرفش الناس بامانه يعني اتكلم لك عن نفسي يعني انا ممكن في رمضان في 3 ايام ممكن يعني في رمضان اللي فات انا ما عملتش لافات كثيره بس عملت 3 ايام ممكن طلعت نقول 15000 ريال ولا دولار ريال انا اتكلم لك 3 ايام بس حلوه جدا بس انا ما عنديش الاستمراريه في اللايفات يعني تقريبا 4000 دولار اوكي 3 ايام حلوه اوكي لطيفه مربحه طبعا وهو مش مركز ده. انا حاسك مع الضرايب اكتر في الفقره دي حاسب الفقره دي ضرايب اكتر يا هشام مش عارف يعني مين التهمات دي حرام عليك يا مشتري مريحنا طب نشوف الفيديو ده ورونا الفيديو يا جماعه نتفرج عليه معانا يا رب يعني انا اشوف ان هو من 15 سنة وتحت ولكن في ناس كبار في السن الله يهديهم تلقى ناس في الثلاثينات هرش داخل تيك توك تسوي حركات ناس أعمارهم 15-14 غلط وما أتوقع أن ينسحب عليه لأنه المحتوى اللي في التيك توك نسبة 99.99% تاكل اسمع باختصار أنا سأزنكم بقى اختصار الفيديو ده بهجم التيك توك وانه بتاع اولاد صغيرين ودلوقتي هو في التيك توك وبيطلع لايف كل يوم يعني ايوه الواحد ممكن رايه يتغير عادي بالضبط فعلا الواحد بيتغير يعني أيوة. والمنتاليتي بتتغير مع الوقت وشكرا يا شيري ايوه طبعا عادي و15000 ريال حلوه والتغيير جميل والحياه حلوه انا مش بحثت بقر بس لا بس أنا كنت هنا مقتنع انه لا التيك توك لا انت لو ترجع للفيديو انا قلت المقاطع اللي بتنتشر يعني في وقتها على فكره المقاطع اللي كانت في التيك توك يعني الناس صغيره يعني المحتوى ما كانش حلو دلوقتي المحتوى تغير يعني الناس حتى اللي في المواقع الثانيه دخلوا على التيك توك فتغير المحتوى على فكره في التيك توك فبقى يعني فاني اكتر بيضحك اكتر يعني المحتوى تغير جدا يعني 180 درجه طيب ما شاء الله عليك مؤخرا يا نايف صار عندك نشاط اخر اللي هو الشعر بالضبط ولك اربع اعمال غنائيه بالضبط يعني وعارف الملحن مبهم مسي عليه بالخير اكيد الملحن لعبد المجيد يا ابن الاوادم وحن الغريب اول عمل لحنه مبهم كان من كلماتي اغنيه فهد السعد اسمها مالك دخل والحمد لله وصلت مليون وشوي فهذا العمل بالنسبه قريب مره لقلبي بس الان السوشيال ميديا هي اللي فجرت الطاقات عندك ولا لا اوريدي انت شاعر ومخبي لا ولما ظهرت على الناس قبل لا ادخل السوشيال ميديا على فكره كانت عندي اغنيه قبل لا اطلع بالكاركتر المصري واطلع انه انا مشهور في السوشيال ميديا وانشهر في التيك توك والسناب شات عجيب والله بس في شغله يا اخي مستعجب منها وانت حتستعجبوا منها لغايه دلوقتي ما تركش الوظيفه بتاعته في البنك اوكي نايف لا بس على فكره سبت البنك متى سبته قريب لسه من شهر بس انت طولت لما كنت في البنك 9 سنوات ليه
السوشيال ميديا طب فيها دخل ممتاز. حلو، بس انا بالنسبه لي انا دائما بقول يعني الدخل الثابت شيء مهم لين ما توصل للصف الاول. اذا وصلت الصف الاول وبدا عندك دخلك يصير اكبر وقدرت تفتح بزنس وتوقف على رجلك، هنا انا اقول اوكي. لكن انت تتكلم عن انا لسه توني حتى يعني بداياتي، انا اعتبر في بداياتي، بديت في الحجر بداياتي، ما راح اترك وظيفتي الا وانا عندي شيء قوي يقدر يأمن. فانت خلاص بعد ما امنت الحمد لله الكاش دخل البنك. ايوه اطمئنيت. انا ولعبت يا زهر انسحبت كثير وتبدلت الاحوال. خلونا بعد عندكم نشوف الفيديو هذا. طبعا كلكم شايفين الرجل اللي هنا هتقولوا فضيحة نايف الرشيد، لكن فضحتي مع مين؟ مع هاني رمزي، وربنا ما بهزرش. خلينا نمسح الروج يا جدع. ربنا مع هاني رمزي، الله يسامحه. الله يسامحك يا هاني. مش مصدقني صح؟ هحطوا لك الفيديو دلوقتي. صوري. الله يمسيه على فكرة. يعني هاني رمزي لو انت ما عندك الفيديو هذا يعني كنت انت رحت فيها. والله بس لا، على فكره هاني رمزي مسي عليه بالخير، على فكره بقى صديق عزيز وغالي يعني. يعني بعد المسرحيه دي انا تعرفت عليه، بعد المسرحيه دي لما نزلت مصر عزمني على الغداء وتغدينا مع بعض ووعدنا، وعرض عليا فرصه تمثيل، بس المسرحيه ما بقتش موجوده، كانت في المفروض تكون في موسم جده وكنت هطلع معاهم. ونسبة البوس فيها والروج عالية كمان جدا. حبيبي يا نايف. حبيبي يعطيك الف عافية حبيب قلبي. هلا والله وفاء الحسود، تفضلي حدا مكانك. يا هلا والله، وش الاحوال يا وفاء؟ مرتاحة مطمئنة؟ الحمد لله. شفت كيف الراحة؟ ما هو بسر، شفتي مريح جدا. شكرا نافع، انت عملت مساج للمكان. قعدت الدنيا زي الفل. كله تمام؟ بعد انك خلينا ايش؟ مصورين لك تقرير، طبعا انت صورتيه، مو احنا اللي صورنا لك، رهيب. نشوف التقرير. اسمي وفاء الحسون، أنا فارس السعودية، فارس قفص حواجز. أنا الحين في الإسطبل وهو بيتي الثاني، المكان اللي أتدرب فيه وحاول أحقق فيه حلمي. الفروسية عموماً تتطلب صبر، تعتمد على الخبرة والتدريب والخيل والفارس نفسه. ما أعرف بالضبط إيش اللي خلاني أتعلق بالخيل، لكن الأكيد أني من أول يوم إلى الحين أنا دائماً مصممة على هذا الشيء. الخيل المفضل هي جنجر، أكثر شيء يعجبني فيها أنها شجاعة، لما نكون ببطولات أحس أنها حتى هي تبغى تفوز، يعني مقاتلة جداً. سواء معي أو مع غيري she'll take care of الشخص اللي راكب. بعد ما أجهز خيالي نبدأ بالوارم أب اللي هو walking, trotting, cantering. بعدين نبدأ بفقرة اسمها التشغيل اللي هو نبدأ نشغل المسلس حقة الحصان أكثر. بعدها نبدأ فقرة الجامبينج ونبدأ نقفز من حواجز صغيرة للأكبر عشان الحصان يقدر أنه he warms up. فروسية قفز الحواجز، القفز فيها بالنسبة لي هو أجمل شعور، ما أقدر أوصف شعور أحسن منه صراحة. أحب شخصيتي لما أركب خيل، لأن مهما كان مودي قبل أركب يصير يتغير لما أركب الخيل، وهذا الشيء يعني لما أخلص من جلسة ركوب حقتي أحس أني أنجزت شيء. حلمي أني أمثل المملكة في الأفضل البطولات الدولية بشكل يليق فيها طبعاً. وفاء ما شاء الله عليك، أنت والخيل علاقة تفهمون على بعض فعلاً؟ أكيد. ولا هذا بس كلام إنشائي يعني؟ يعني الفروسية لازم تصير يعني في علاقة بينك وبين حصان، هي مو يعني كل شيء، بس أكيد أنها هي جزء من. بس كيف أفهم على الخيل يعني؟ أنا هل هي لغة عامة
أو لا هذا خالي هو عارفني وأنا عارفته. فيها لغة عامة أكثر وفيها خالي عارفة يعني بيننا علاقة يعني، بس إن مع الخبرة تجيك اللغة العامة تقدر تكتسبها من الخبرة يعني مع سنين تفهمها أكثر. طيب لو افترضنا إنه الخيل مثلاً إذنه واقفة أذني، هذا وش معناته؟ تقريباً منتبه. منتبه؟ مركز معاك يعني. طيب لو كان رافع ذيله؟ ممكن قاعد يلعب، في أكثر من سبب صراحة. أي. بس ممكن نقول إنه قاعد يلعب يعني. طيب وش في أشياء ثانية ممكن تعرفين من خلالها إنه مود الخيل ما هو مرتاح؟ لما يجلس كثير مثلاً تشك فيه يعني ليش جالس كذا، لأن الخيول عادة ما يجلسون وقت كثير، عادة يسرون بس واقفين يعني. بس الجلسة وقت طويل هذه ممكن تشتل على شيء يعني بصحة الحصان أو شيء. بس إن ممكن عادة الناس يقولون الخيل لما يرجع إذنه بيعض، بس مو يعني قاعدة أساسية، لا يختلف من خيل يعني يختلف حسب الموقف. الحين في فرق ما بين الذكر والأنثى من ناحية المود؟ إيه في مو في فرق مود؟ إيه الحصان يعني تقريبا حتى في الشيء. من اللي موده متلخبط؟ الفرس. الفرس الأنثى؟ إيه. كيف مودها؟ دي الدراسة. لا إله إلا الله، حتى بالخير حرام عليك. أيوة دي حاجة طبعا، بس صراحة هي ممتعة أكثر يعني حتى هي عندها هرمونات وكذا و يعني مود يتغير بين فترة وفترة، بس ترى أشوفه شيء ممتع صراحة يعني، إن الفرس كل يوم يعني تعطيك تجربة جديدة، تعطيك خبرة أكثر صراحة برأيي يعني. الحصان يعني كل يوم نفس المود، اللي يحبه دائما يحبه واللي ما يحبه دائما ما يحبه، فشوي يعني الحمد لله. طب بسألك يا طارق بعد إذنك يعني. تفضل. لو أنت قاعد في الصالة مثلا وسمعت صوت الأواني المنزلية في المطبخ بتضرب، وفي في 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 المطبخ تكسير وزيطة وزنبليطة، بتقترب أو لا؟ بتهدى لغاية ما الوضع يهدى؟ لا بقترب. أو والله بقترب يا بنتي، ما تقول الحقيقة. بس أنا حاسس بواخد ساتر. أنا خاف يعني حاطط. أنا كنت خاف من اللقطة اللي هي السينمائية دي، اللي أول ما تقرب من باب المطبخ في حاجة طايرة لازم في، بس هتكمل برضه. إذا سبحان الله الحيوانات ممكن يجتمعون مع الإنسان بالمود. إيه شيء والله عجيب. طيب يا وفاء، لما نيجي ونشوف أسماء الخيول مقارنة بأسماء الإبل، فرق. الخيول دائما بيسموها أسماء أجنبية، يعني عندك خل اسمه جينجر، صح؟ زنجبيل. يا سلام، بس بالإنجليزي هي اسمها بالبيت جينجر. أي. يعني بالمكان اللي نركب فيه يعني، ولما تطلع بطولة اسمها ستريبر كارج، فاحنا لنا شو نيم وبار نيم احيانا. حققت بطولة ولا لسه؟ هي صراحة خيال قريبة مني مرة يعني، تقريبا اولموست 7 سنين مع بعض. ما شاء الله، ما الزنجبيل حار. فالحمد لله والله يعني تعلمت منها مرة اشياء كثير. طب ما فكرت تسمينا زي اسماء الابل؟ هنا عندي اسماء الابل، حزامة، فزاعة، لطامات. شفت الاسماء الابل كيف حلوة؟ لطامات؟ دي بنت ولا ولد الابل؟ ابن. ناقة. مجموعة. فانت المفروض يا طارق انت اكثر واحد، فانت في الاختيار ثلاثة عايش الاجواء. كنت في ابل؟ لا ما كناش شغالين موضوع الابل. انت كنت مودر دكتور دبابات. عادة الخيول تستورد من بلاد اوروبية، فاكيد هذا سبب يلعب مرة دور يعني. كلنا نستورد خيولنا من اوروبا عشان نركب هنا، ما في يعني خيول عادة تنتج بالرياض إلا نادر جدا. أنت ما شاء الله عليك في مهرجان الدرعية الدورة الثانية مشاركة. إيه؟ حظوظك وين رايحة؟ لا إن شاء الله يعني أنا متفاهمة صراحة مع خيولي، ماشيين إن شاء الله كويس. وش سويتوا هذه الحركة اللي هو تبع الفريق؟ إيه سوينا. آخر واحدة سمعت واحدة لا. الآن حتى الأكل بالنسبة للخيول مختلف، في شيء راقي وشيء عادي وشيء قبل ال... إيه في كل شيء يعني صراحة، في أشياء كواليتي في أشياء أقل. قديش يكلف أكل الخيل شهرياً؟ أنت كم يدخل عليك يعني أو كم صراحة ممكن ما حسبتها يعني، بس يعني إذا تبغى شيء كواليتي مرة عالي كل شيء راقي بالموسم يعني الخيل قاعد يستخدم جسمه، ممكن يوصل إلى 5000 بالشهر. 5000 ريال أكله بالشهر؟ ممكن. أنا نايف. أكثر من خيال يعني. أنا أخذ على خيالي ترى. لا أعلى من ميزانيتي، أعلى من ميزانيتي يعني، بتتكلم على 1300 دولار بالشهر. بس خليني أوضحها، أقسمها على اثنين لأن أنا عندي خيالين. خيالين؟ يا ريا طمنتيني الله يطول عمرك. أنا كنت نفسيتي كانت والله تعبانة. كان شيء نفسي للأكل. طيب الآن حنلعب معك لعبة. اللعبة هذه ممكن أنتوا كمان تشاركوا فيها. راح نشوف فيديو لخيل حيقفز الخيل
الحواجز. قبل ما يقفز الحاجز حنعمل بوز للصورة أو للفيديو. وأنت تقولي والله من نظرتي وخبرتي وفني وأسلوبي وجمالي أنا بقول إنه راح يضرب الحاجز. طبعا. أو لا ما راح يضرب الحاجز. طبعا. أوكي؟ 3 2 1 أول فيديو. ستوب. وفاء. ما راح يضرب كثير. أنا أقول لا. لا. أيوه. حيضرب؟ حيضرب الحاجز. طارق. لا مش حيضرب. مش حيخبط. هيعدي. شيري أرجوكي. هي أكيد أكتر واحدة عارفة بس أنا بقول معك لا هيضرب وخلاص. أكبر غلطة بحياتي إني بديت بوفاء. حختم بوفاء. نشوف الفيديو. الله الله على الخبرة يا وفاء. الله. طب نشوف الفيديو الثاني. والله يا وفاء لو تتكلمين حزعل مني. ستوب. الله. طارق اتصرف ماليش دعوة. مش حيضرب. هيخبط. هيضرب. هيضرب. مش هيضرب. مش هيخبط بكل ثقة. الله أكبر. الله أكبر. لا 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 والميك اب عامل شغل مع الإضاءة. لا شغل جامد. أتوقع هيضرب. تتوقعين هيضرب؟ نشوف يلا. الله. ضرب. ضرب. خبطوا وخبط أبوه. واثقة من نفسيها. شفت كيف الثقة؟ هو قال عشان الميك اب. وثقوا بخطوتي يمشي ملكا. نشوف الفيديو اللي بعده. That he might win. He took the chance for. نبدأ بنايف. أنا أقول إيه. أنت طبعًا ضربة حظ ومشي و. لا خيال قديم. يا رب. أنت تقول تضرب. آه. هيخبطها ها. آه. أما لو ما تخبط. حقعد طول السنة. كل يوم أمس أصبحك بالثاني. هات وتعال. هيخبط. لأنه يده تحت مرة. ماشي. هيخبط. هيخبط. وهو إجماع ها. أول مرة إجماع. وأجمع المجلس. ما راح. وفاء لا ما راح يخبط. تعجبيني. نشوف. هو خرب عليك. طب بقول لك ليش. هذا احسن فارس بالعالم السنه اللي 2022. شوفي وين وداك احسن فارس بالعالم. الله يعطيك العافيه. محتاجين نريح بعد الصدمه النفسيه اللي صارتنا. كلنا انصدمنا. نشوفكم بعد الفاصل. راجعين لكم. فيكم الجديد مشاهدينا في هذا مكانك. طبعا انتم مستغربين ومستعجبين. الله هشام وشيري وطارق على المسرح وفي شناط وفي سفر. يا هشام لا ارجوك اشرح لنا. قبل ما اشرح لكم اسمحوا لي اسالهم. عالم السفر عالم جميل لكن اسوء حاجه يا شيري بقى. لا اله الا الله. طب انا كملت السؤال. يا عارفه السؤال. السؤال هو اسوء حاجه في الحياه لما انا اقطع تيكت ومبسوط ورايح للبوابه ولاقي الطياره راحت في امان الله سافرت وتركتني. هل انتم وقعتوا في هذا الفخ؟ والله بص انا سعيد ان احنا عرفنا نيجي نعمل الحلقه النهارده. يا راجل. لا دي لازم تحكيها لي. احنا يعني كان بيتنادى علينا احنا الاثنين في الطياره النهارده والله واحنا جايين من بره المطار. يعني انا وداخل من المطار وانتوا ايه يا فنان ليه كده بيسالوا عليك نعدي جيك يا فنان انتوا اللي موقفين. والله بجد. والله العظيم. طب ايه اللي اخركم يعني ايه السبب؟ ظروف بقى. لا قول عادي. لا هي كانت بصراحه كان عندها شغل امبارح التصوير يعني كتير فخلصنا مثلا يعني نمت على 4-5 يعني كده ولا حاجه. كنا متفقين نصحى 6 علشان الطياره 10 6 الطياره 10 صحي 8:30 الحمد لله. يا راجل. اه والله لا. طب دي بركه دعاء الوالدين وصلنا المطار. والاحلى بقى بعد ما وصلنا وقعدنا في اللاونج وكده انا طبعا اصريت دخلنا اللاونج كسرت من اللاونج دي كمان. يعني هو اصلا احنا وصلنا قبل الطياره بساعه حطينا الشنط. يعني احنا دخلنا فعلا هي الطياره 10:25 دقيقه احنا حطينا الشنط 9:25 دقيقه يعني يا دوب هو خلاص. واحنا داخلين بقى قلت له نروح اللاونج. قال لي مش هنلحق بتاع. قلت له انا جعان انا عايز اروح اللاونج. فقال لي خلاص ماشي نروح. فروحنا واكلنا وخلاص. فعمالين يقولوا لنا يندهوا على اسامينا. قلت له نفسي اشرب شاي هعمل شاي واخده معايا وانا ماشي. انت حبيتي انك تستفيدي من التجربه كامله يعني من المطار. لا ده العادي. ده العادي. اعيش حياتي يعني. طب الحمد لله وصلتوا بالسلامه. دلوقتي احنا انتقلنا من اجواء المطار الى اجواء مطارنا احنا في هذا مكان. اوكي. بكل بساطه احنا عارفين يا جماعه
انه اي انسان بيسافر معاه شنطه الكاري اون اللي بيدخلها جوه الطائره. بس دي مش شنطنا احنا طبعا. اه طبعا طبعا اكيد طبعا. المقاس ده مش عندنا اكيد طبعا. احنا المقاس دي بنحط فيها مكسرات حضرتك. وانت راجع من تركيا بقى ها. عاده بيعطوكوا وزن 7 كيلو فقط، بيزنوا 7 كيلو في اي مطار في العالم. 7 كيلو ممتاز، الحجم مظبوط، تقدر تاخذها معك الطائره. تمام. فوق ال 7 كيلو بيقول لك لو سمحت نزل لغايه ما توصل 7 كيلو. بالزبط. دي بقى لعبتنا النهارده. أوكي. انت عندك شنطه، هي عندها شنطه، الاغراض طبعا موجوده امامنا زي ما انتم شايفين. طبعا أوكي. المطلوب منكم الان هو الاتي، كل واحد ياخذ الحاجات اللي هو عايزها ويعبيها في شنطته. أوكي. وبعد ما احنا انتم تعبوا الشنط والامور تمام، حنوزنها بالميزان هذا. اوكي. الميزان انا حرفعه، ده هو ميزاننا. أوكي؟ اوكي. الهدف 7 كيلو. أوكي. الاقرب للسبعه ما بينكم هو الكسبان. اه أوكي. اوكي. الشنطه الان ثقلها 2 كيلو كل شنطه. اوكي. 2 كيلو شوي، يعني في 5 بقى. 5 كيلو ماشي. اوكي. الطبيعي ان انا حوزن الشنطه الاول قبل ما ابدا. طبعا بس انا هاخد الكلام منك يعني. طب والله العظيم والله انت وزنتها 2 كيلو كم؟ 2 كيلو 60. شفت بقى؟ ماشي. عرفتي بوزن ليه؟ حرام عليك يا مفتري. جاهزين؟ ماشي. جاهزين. يعني نحط الشنط هنا ونشتغل. اتفضل. طبعا حطوا الشنط وافتحوها بعد اذنك. تفضل. تحدي يلا نسافر راح يبدا فيه. 3 2 1 انطلقوا. الله الله عليك. الله الله الله. طيب اللي يبدا. طيب طيب. الذكاء الذكاء من عند مين؟ من عند شيري. خذت كمان دبز. يا سلام. كيلو ونص كيلو ونص، المجموع 3. الان راح تفكر شمعة الحب. طبعا انسانه رومانسيه وراقيه. الله اخذت الزرع لان تحب، هي الارض الخضراء. يا سلام. الله عشان تنام في الطياره. ماشي. الكابتن طارق عمل ايه بقى؟ نشوف طارق وش مسوي. يا سلام عليك يا طارق. كتب عشان يذاكر ويراجع نفسه، الجزم الرياضيه حلو، اخذ كمان ما شاء الله يعني اليد ما ادري ايش يبي فيها. الكاميرا طبعا عشان تصور. بص الاخلاص بينا انا وانت حبيب قلبي اموت يعني. بص بص الله صور يا رب. بس اخذ صور يا ناس. نايف اتصرف يا ناس. انا تقريبا خلاص انا تمام. المنبه عشان يصحى الصباح، لانه طبعا ما في امل انه شيري تصحى الصباح، فهو حيصحيها. 2 ما شاء الله، 2 عصير. لا انسان راقي جدا. يا سلام. على فكره اللي حيطلع فوق ال 7 كيلو خسران. طيب طيب. لو انتوا الاثنين فوق ال 7 كيلو الاقرب حيكون هو الفايز. خلاص انا خلصت. خلصتي؟ يا سلام. ليديز فيرست، اسكوز موا. نحطها. 8 كيلو ونص يا مفترية. حرام عليكي. لا ده ايه اللي هتكسب؟ هذا هذا الجشع عشان اخذت 2 دم. لا جشع ايه؟ بص انا 10 كيلو. لا اله الا الله. صورة اللي تقلت اللي حرام عليك. الصورتين دول انا ما كنتش عايز اخذهم. والله انا متخيل منظركم في الايربورت في المطار وانتوا قاعدين بتفضوا. دلوقتي مين الخسران؟ طالما انتوا الاثنين طلعتوا فوق الثمانية او فوق السبعة. الخسران اللي جاب ايش؟ اكثر. اللي هو مين بقى؟ اللي هو قوي اللي راح بعيد ده. اللي هو انا. اللي هو انت. اللي هو انا ان شاء الله. اللي هي الزرقاء دي ما كنتش متفائل باللون. هسألك سؤال. اتفضل. السؤال حيكون سؤال محرج جدا. والله نفسي اتشاور بالسؤال بيني وبين شيري لو سمحت. استنى ما تقولوش. ما مش هقول طبعا. محرج قوي ولا نص نص؟ دي اسئله حلوه قوي. نمره 2 ولا نمره 3؟ ينفع تسأله الثلاثة؟ والله؟ طبعا حسألك. السؤال رقم 1 3 دور مثلته شيري وانت مش راضي عنه. لا في اللي انا شفته لا مفيش حاجه انا مش راضي عنها. صفا يعني؟ لا لا صفا صفا بالفرنسي. صفا بيا. يس يس يس. وي ميرسي. السؤال الثاني، أسوأ عادة فيك وتتبنى شيري تساعدك لتغييرها؟ بتعصب. عصبية. انت عصبي؟ اه. مع انك تلعب ايكيدو يعني الوضع المفروض. تخيل ما بلعبش بقى. سر تستخدمه عندما تحب ان تراضي شيري بعد مشكله تحصل بينكم. انا عارفه في حاجه يعني السيستم ورد. ايوه السيستم. ده السيستم. بس تحتيه بقى في حاجات بقى يعني فاهم يعني. بس السيستم الاساسي حاجات مكلفه. لا لا خالص. لا لا هي بالعكس ده هي ورد بالنسبه لها كده الدنيا تمام. والله ورد. خلاص الله اكبر.
ثانك يو فيري ماتش حبيبي طارق. تفضل هذا مكانك يا هلا والله. الله على الزوجة اللي ثانية بيوصل مراته بعدين يجي يجلس مكانه من الآخر. ايوه انا حاسس نفسي ان انا قرش ودي فريسه. ايوه بلف حوالينها عشان ايه انقض فاقتنص. اول حاجه بسم الله ما شاء الله كثير من الناس يعني انصدموا لما اكتشفوا يا حبيب قلبي يا طارق انه انت من مواليد السعوديه. ده حقيقي. وين الرياض؟ انا مواليد الرياض. الرياض ده حقيقي. فاكر الحي اللي كنتوا فيه او شيء؟ انا جيت طبعا وانا صغير جدا يعني رجعت على مصر قصدي، لكن عرفت بقى النهارده الحي ايه يعني. يعني بعت لاختي لان اختي اكبر مني. ايوه. فحضرت ولادتي وكده قلت لها على فكره في الرياض الحي ايه، وعرفت منها حي الملز. حي الملز الشارع الستين. ايش رايك يا نايف؟ ايوه الجرموشي معصوب على طول. لا الجرموشي لا بقى عشان مش محلات يعني اللي هناك. ايوه. بس ما شاء الله عليك يا حبيب قلبي يا طارق، ما رجعت ثاني للرياض؟ هذه اول زياره لك؟ دي اول زياره لي من ساعه انا رجعت على مصر وانا عندي غالبا 3 4 سنين. انا دخلت المدرسه في مصر بس دي اول مره اجرى. بس جيت طبعا السعوديه كتير يعني، جيت جده وجيت طبعا المدينه او مكه، لكن دي اول مره لي ارجع الرياض. بقى في احساس بقى حتى بقول لها واحنا في الطياره بقول لها تخيل واحد راجع بعد 40 سنه اتولدت انا في عايز اروح اشوف المستشفى مش عارف اوصل لها طبعا اللي اتولدت فيها. بس دي اول زياره لي يعني. كيف شفت الرياض يعني من منظور جديد؟ البلد فيها حركه يعني، احنا سامعين عن الحركه من مصر من خلال حاجات لينكد بشغلنا، العروض الفنيه والمسرحيه والحفلات اللي بتحصل والتطور ومهرجان البحر الاحمر. يعني في حراك فني قوي جدا بيحصل في المملكه العربيه. على الارض بقى انا شفته النهارده في حجم المباني وحجم الابراج، ويعني في حركه، في حركه قويه بتحصل في المملكه، وده يعني واضح في كل الوطن العربي. طيب نشوف الصورة هذه. اوكي. الله. أيوة. الله يا طارق. الله. أوكي. ممثل ومهندس. ايوه. الى الان هندسة ولا لا؟ مستمر؟ الصورة دي قريبة. انا عندي شركة تطوير عقاري، ودي كنا بنستلم الارض اللي شغالين فيها. وبتاخد اراء شريف مثلا بالبيوت بالتصاميم كتير. على فكرة اقول لك على حاجة بقى، هي في شغل الديكور هي اشطر مني يعني. انا شغل الاولاد اكتر انا، وشغل تطوير عقاري هي في التفاصيل وفي الالوان وفي الاذواق وفي الديكور، هي يعني بتاع التفاصيل قوي، شاطره جدا في الحته دي عشان بصراحه. ست بس الست دايما بتحب الديكور والتفاصيل دي، فممكن يكون عشان كده بس. فيها مهندسه صغيره على فكره، مامتها مهندسه برضه ما شاء الله يعني. بالدم يعني الموضوع. ايوه الجينات. ومبين انك ما شاء الله عليك التفاصيل، انت انسانه بتحب بتركزي بالتفاصيل جدا يا هشام يا اخوي جدا. انا قدامي حصل لا انا حصل قدامي قبل شويه والله يعني. بسم الله هي مركزه بتفاصيل الملابس. ايوه. طب بص، ده السؤال اللي هسالك اياه الان هو سؤال تظبيطي من الدرجه الاولى. تظبيطي. تظبيطي تفضل. ما هو اهم عقد رسى عليك في حياتك؟ اهم عقد؟ عقد. لا عقد جواز طبعا. قلت بقى والله يا طارق والله بحبك طارق. شفت اجاباتي يعني نموذجيه رائعه نموذجيه. نشوف الصوره هذه بعد اذنكم. الله الله، هي نفس صورتنا الحلوه يعني. بديت العام الجديد بهذه الصورة، كتبت عليها كل سنة وانت أعظم انتصاراتي على الإطلاق. يعني لماذا اعتبرت الموضوع انتصار؟ انت انتصرت على مين؟ انتصرت على نفسي الحقيقة، لأن أنا لا دي جديدة دي. هقول لك، هي فاهمة. أنا فاهمة. أنا كنت ضد موضوع الجواز ده خالص، ما كنتش عايز أتجوز، ما كنتش عايز. والله فعلا يعني كنت خلاص تعودت في حياتي إن أنا خلاص أشتغل فقط لا غير. بالوقت حسيت ان يعني عارف لما تبقى في منطقه كده حاسس ان انت مش هتنجح فيها خلاص، يعني كان الملعب ده مش انا ما عنديش وقت لده، ما عنديش
فكر ده مش هتجوز غير لو انا يعني حد حركني قوي عشان اتجوز، فده مش حاصل. فهي شيل الحقيقه عملت ده، يعني بمساعدتها انصرت على حاجات كتير جوايا انا اكتشفتها في نفسي ما كانتش موجوده الحقيقه. يعني زي ايه مثلا؟ حاجات بقى الناس هتكرهني يعني مش عارف، يعني مثلا ما كنتش بحب الاطفال خالص يا راجل خالص، يعني اشوف طفل بقى الناس كلها دي بيلعبوه وبتاع انا عايز اضربه بالشلوت مثلا عشان بيزعق. لا 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 والله لا، ترى مش شقات الاطفال ولا اللعب، وبشوف السن ده حاجه ماسخه يعني اكبر واخلص. هو يعني عاده اللي ما بيحبش الاطفال بيقولوا بالعاده ما بيحبش الانجاب يعني. لا ما شويه انا اول علاقتنا ببعض، مش علاقتنا يعني، اول ما بدانا يعني كده نحس ممكن يبقى في حاجه، رحت موريها كده فيديو انا بتكلم فيه على موضوع الانجاب ده، يعني بدعو المواطنين الى عدم الانجاب. كأني بديها رسالة خفية كده ان هو بعيد عني يا بنتي عشان انا راجل معبيد في نفسي. ف سبحان الله. بس شوف رب العالمين الاهلية طبعا هنخلف سبعة بقى علشان عشان الجملة دي. والله العظيم يا شيري كده قلبي بيرفرف لما المخرج والمعد بيجيبوا لي لعبة انا اعرف من وراها انه راح يكون في حاجات ومحتاجات. ايوه اول الله انا اصلا مستنيه اللعبه دي. هي دي اسم اللعبه مراتي وانا حافظها. اوكي مراتي وانا ايه حافظها. راح اسالك خدت بالك من حافظها دي حافظها. راح اسالك اسئله سريعه تقريبا 8 اسئله عن مراتك، وبعدين طبعا مع كل سؤال حنشوف الاجابه الحقيقيه من مراتك. هي هتجاوب يعني هي حاجه انت هتجاوبني وحنشوف الاجابه بتاعتها مصوره. أوكي. ماشي ماشي لازم جاهز. نشوفها سوا يا عم، نشوفها في الحلقه احنا بعدين واحنا قاعدين في البيت. احنا الشكوى لله المخرج عايز كده. انا عايز اشوف ليه بتقول كده. تحدي مراتي وانا حافظها، لانها مراتي وانا حافظها وهي حافظاني. حلو حلو. راح يبدا فيه 3 2 1. السؤال: ما هي اخر طبخه عملتها شيري؟ بروكلي بالبشاميل. نشوف الاجابه. ده السؤال الوحيد اللي انا متاكده انك هتعرف تجاوب، البروكلي بالبشاميل، عشان اول واخر مره طبختها. انا قلت بقى انا قلت اللي باقي ده مش الحمد لله حافظها. ايوه. ما هو اكثر مكان ترتاح فيه شيري بالمنزل؟ الله في الليفينج. الليفينج ها؟ يس. نشوف كنبة الليفينج. مش عارفة إذا كنت هتعرفه ولا لأ. لا عارف. بس الكنبة اللي قدام التلفزيون لونها أزرق. هي كنبة الليفينج. الله. يعني سعيد وزعلان بنفس الوقت. عاوز أخطاء، عاوز مناوشات. السؤال الثالث: آخر قطعة من الأثاث غيرت شيري مكانها؟ السجادة اللي اتحطت قدام كنبة الليفينج. نشوف الإجابة يا رب يا رب. انا عارفه ممكن تتلخبط عشان انا غيرت تقريبا البيت كله. هو البيت كله هيغير. بس اخر حاجه هتفتكرها السجاده. لا احنا ماشيين حلو ها، ماشيين تمام. تعليقكم يا لجنه التحكيم ها؟ الله يخليكم لبعض ان شاء الله. اقنعني بالجواز ما شاء الله. كواليتي كنترول ماشي بالجهتين على فكره. وفاء لازم نجيبك انت والخال تبعك. انا سالكم اسئله. نكمل. أكثر مكان تضع فيه شيري مفاتيحها؟ المفاتيح تحطها فين أكثر مكان؟ ممكن الكومود اللي جنب السرير. نشوف. أنا بقى متأكدة إن السؤال ده هيعصبك قوي قوي قوي، عشان عمري ما حطيت حاجة في حتة معينة، وعمري ما رتبت أي حاجة، وعمري ما لقيت حاجة. وطبعا أنت زمانك بتضحك دلوقتي. شفت أنا إجابتي؟ لا بس دي إجابة برضه نموذجية. كان ينفع أقول أنا الإجابة دي؟ خلي الجمهور يحكم. كان ينفع أقول الإجابة دي؟ ما هي رائحة المعطر الذي تستخدمه شيري دائما؟ هو الفرنش ده ما اعرفش انطقه. ده لافي بيل ايبل. لافي ايبل بس انا في الفرنش بعديها. لا هو قال لافي انا قلت ايبل. ايه لافي ايبل؟ ومن اللافي ايبل للفيديو نشوفه. دي بقى انت لو ما افتكرتهاش انا هزعل منك قوي، عشان انت كنت لسه بتقولي اسمه ايه قلت لك لافي ايبل. ده ربنا ستر ان انا سالت على اسمه راجل. ده ربنا صدر. شوف سبحان الله لا بيا ولا علي. يعني والله العظيم انتوا في ناس بيحبوك يعني. كم عدد كم عدد الحلل القدور يعني الحلل في المطبخ؟ لا ايه ده السؤال؟ لا ارجوك معلش ده سؤال استفزازي ارجوك جاوب عليه استفزازي جدا.
ده نقعد نعد 12 والله ما اعرف 12 نثبت 12 نشوف والله ما اعرف شفت لو انت عملت زي كده ما بنعرفش نخش المطبخ من كتر الحلل اللي موجوده بتهيألي 30 او حاجه كده 30 لا اله الا الله لا انت مش هتعرف اكيد مش هعرف لا دلوقتي 30 واغلب في حاجات مكشوفه وفي حاجات مستخبيه بس دلوقتي ده 30 غير الدليفري طبعا لا الدليفري ده ماله بالحلل لا هو ال 30 والدليفري هو مفيش طبخ دي اجابه في سؤال تاني دي ماليش علاقه خلاص بقى ماليش دعوه في اسئله تاني ولا خلاص لا كده؟ هنشوف صوره جديده وحلوه ماشي. نشوف الصوره بعد اذنكم يلا يعني ما شاء الله عليك دور جريء يا طارق والناس بسم الله ما شاء الله اثنوا على الدور وجمال الاداء الدور وفعلا يعني احنا كنا والله نتفرج ومتابعين على المسلسل ويعني رائع رائع عشنا الاجواء في كثير من الممثلين اعتقد ما بيحبوش ياخذوا هذه النوعيه من الادوار اوكي خوفا من تهديدات ممكن تجيهم او انت ما الحاجات دي ما كانتش بحسبتك وانت يعني بتاخد دور بص يعني ما حسبتهاش قوي صراحه ما جاتش فيها ما كنتش مركز فيها قوي يعني الحكايه دي يعني قلت مسلسل مهم حاجه وطنيه شخصيه مهمه جدا شخصيه خطيره كويس انها تظهر للناس بالشكل اللي ظهر في المسلسل فكانت حساباتي فنيه بحته من منطلق فنان مصري وعليه واجب برضه ان هو يقدم الاعمال حتى لو فيها بعض الامور يعني الشائكه شويه بس يعني ما دام ده مفيد ظهوره الناس يبقى يظهر يعني وانت جسدت الشخصيه بشكل انه فعلا الناس كرهوك يعني ما شاء الله عليك لا شتمت شتيمه ازاي قول لنا لا 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 يعني الناس كانت قافله مني وقت مسلسل جدا ده حقيقي لان كمان الشخصيه دي هو اللي عمل عمليه الاغتيال في المنسي الله يرحمه اللي كانت ظاهره في الجزء اللي قبليه وطبعا المنسي ده ليه عند الناس يعني كده يعني رصيد من الحب والتقدير رهيب جدا فزي ما تقول كده يعني ايه اشتريت انا كل الكره بتاع الجزء الثاني في الحته دي لكن فخور ان انا عملت العمل ده الحقيقه وكان من الحاجات الفارقه معايا جدا جدا يعني صح ويعني وفعلا مبين انها ما شاء الله يا طارق يعني بصمه وحجر تحول رائع في المسيره انت من الفنانين القلائل اللي هو بالاساس ممثل وبيلعب رياضه قتاليه غير بعض الممثلين اللي اساسا هم كانوا رياضيين بعدين جابوهم لعالم التمثيل الخطة بتاعتك بقى في توظيف الايكيدو في ادوار لا والله مش هتلاقي خطة انا يعني ما هل في بروجكت في خطة ما فيش دلوقتي بس كان في بروجكت من سنة بس يعني ما توقف يعني يعني للاسف الشديد وكان شوية هيوظف الناحية يعني اللي هي الرياضة يعني ان انا بمارسها دي لكن انا يعني كنت بمارس الرياضه دي مش عشان التمثيل يعني بمارسها اصلا من قبل حتى ما امثل يعني لكن لو جالي حاجه هتفيد فيها ان انا اظهر هذا الجانب اظهره ما مش مفيد يعني انا ما بحاولش اصدر حاجه وخلاص في المطلق لان مش المفروض ان الممثل يبقى في قالب كده معين يعني اللي هو بتاع الحاجات اللي فيها اكشن بس او الحاجات اللي فيها كوميدي بس او هو انت بتتحول يعني زي في الاختيار كده انا كان وزني قد دلوقتي مرتين ده غريبه نفسي علشان يبان ان هو راجل مقاتل قاعد في الصحراء في سينا بقاله سنتين يعني بيعد جيش من التكفيرين فاقصد انت بتروح بشكلك او بالرياضه او بالتولز اللي عندك للدور لكن هي رياضه انا بمارسها لو جه حاجه مفيده انها تظهر فيها اكيد هعمل كده طبعا يعني بص الحركه دي الايكيدو طبعا المفاصل عندهم بسم الله ما شاء الله ستانلس ستيل فولاذ رجع لكم بعد الفاصل حبيب القلب هلا والله من جديد في هذا مكانك يا جماعة بعد الأشياء الحلوة اللي سويناها طول الحلقة جاء الآن نستضيف إنسانة رسمت الابتسامة علينا بالبنط العريض لأنه ما شاء الله الخدود بس مو خدود الحقيقية لا خدود الفلتر
عرفتوها طبعا. سلوان علوي يا هلا والله، هذا مكانك. يا هلا والله، ويلكم ويلكم ويلكم. ما شاء الله يعني جت وصلت معك بالسلامه. وصلت الشوشه هذه باروكا؟ باروك. ايش الشعر طبيعي هندي ولا لا؟ طبيعي بس ما استشورته اليوم. لسه ما استشورته؟ ما شاء الله بس مكمل الحجاب. مو فاضيه. الحين ما شاء الله نايف عرفنا انه نص سعودي ونص مصري، وهذا سبب انه يتكلم مصري ومحب لمصر وكلنا محبين. صحيح. انت سبب اختيارك للكاركتر هذا ايش؟ انه كاركتر بالتحديد مصري. احب مصر، احبها جدا، يعني ما عندي اي عرق مصري، لكن اعرف انه اللهجه المصريه مفهومه من جميع العالم العربي، هذا اول شيء. ثاني شيء الكوميديا، تعودنا على الكوميديا المصريه من واحنا صغار، يعني اغلب الاعلانات الكوميدية، المسلسلات، المسرحيات، كذا عالقة في فكرنا. فسبحان الله، يعني أحس أبغى أعطي كوميديا مصرية ولكن تخدم جميع المجتمع العربي إن شاء الله. هذه الشخصية قدمتيها بالسوشيال ميديا، كيف ظهورها أو حضورها في مصر من خلال السوشيال ميديا أتكلم؟ والله ما شاء الله يتابعوني فنانين كثير مصريين، وكثير متابعين أكيد يعني مصريين، وجمهوري يعني في الإنسايتس عندي في الشعب المصري ما شاء الله أخذ من التوب فايف. فإن شاء الله يعني إن شاء الله معجبين بالشخصية. أنا شايف إنه عندها استقرار عائلي. استقرار عاطفي؟ عائلي. عائلي. والمطبخ يعني لو توريها الكاميرا بعد إذنك. يعني شو يعني خلو معلش طارق حلل لي الشخصية دي. هو إيه اللي في ودانها دي؟ تصاط؟ لا دي حلقان يا طارق، حلقان. دي حلقان؟ ماشي. حلقان بس اترسمت غلط. أنا حاسس إنه العيلة كلها بتتلم حوالينها. أيوه. ها؟ هي المرجع. والشعر برضو شعر خطير. كيف تختار المواضيع؟ يعني أنا ما شاء الله خلينا نشوف المواضيع، تتكلمين عن الزواج وعن العيلة وعن الزواج ومواضيع ثانية، بعدين ترجعين عن الزواج. أغلبية كلام الهام عن الزواج. تتوقع كثير يعني هو موجود بس مو الأغلبية. موجود. وليش موجود؟ لأنه موضوع الزواج أصلاً موضوع يعني سنة الله وشائع وكومن بين كل الناس. غير كده عندنا بنات كثير سناقل أنسات ما تزوجوا، فالشخصية هذه يعني تلمس واقع ومشاعر المجتمع بشكل عام وتتكلم عن مواضيعه. فشوف أنا جاني نقد، أو مو نقد، خليني أقول جاتني بعض الكومنتات تقول ليش تتكلم عن الزواج كثير؟ فأنت ما تقدر تشرح للجميع، تقول لهم ترى الموضوع ما يخصني، زي ما تكلمت عن حلقات مرة كثير عن أمور أنا ما عشتها. يعني أنا تكلمت عن المطلقة وأنا ما عشت هذه التجربة. تكلمت مثلاً عن موظف لنفرض يعني مظلوم في شغله وأنا ما عشت هذا الشيء، لأنه هذه الشخصية تتقمص عاطفياً اللي يعيشه الناس فتجسد التجربة بقالب كوميدي. على فكرة ترى ما شاء الله يعني سلوان مش فقط ناشطة بالسوشيال ميديا وعندها شخصية، عندها حاجة تانية. سكوب سمعنا. كمل يلا يا عمي بتغني. قبل ما عيش احساس وتعلق بيك بجنون، كنت تقول لي ان انا كلي مسواش عندك، واللي ما بينا في يوم هيهون. كان حرام عليك ليه ما كملتي؟ والله سلوان والله ما اعرف. عظمه على عظمه يا ست بجد والله يا شيري. اغنيه واحده وبس. حرام عليك. شوف انا عملت الاغنيه لانه الاغنيه كلماتي والحان الملحن اسعد صادق. عملت الاغنيه فقط لاني انا نفسي اغني، نفسي اروح استديو اسجل اغنيه واغني بصوتي واغني كلماتي. يا سلام. فما اعتقد انه هذه يعني هذا الشعور حيجيني مره ثانيه، لانه اوريدي عملتها وخلاص شطبتها من التشيك ليست حقتي وقلت خلاص ام دان. طيب نشوف الفيديو هذا بعد اذنكم. لو في يو، طبعا يو عارفينها في كل الجمل هي نفسها يعني انت، بس لف بقى يعني بلف بالسعودي، بلف عليكي.
كده مس يو هتبقي مس طول عمرك، سنجل طول عمرك، يعني عمري ما هتجوزك. لوف يو بلف عليكي، انا بلف على، انا عماله الف عليكي. بالنسبه لادور يو دي بقى ليها معنيين. المعنى الاول لو جت في جمله لوحدها يعني ادور يو، يعني انا ممكن اضرك. المعنى الاول بتاع ادور يو يعني انا هضرك، انت هضرك. المعنى الثاني بقى لو جت مع لوف يو، يعني واحد قال لك ادور يو لوف يو، مثلا لو قال لك لوف يو ادور يو يعني بلف عليك، بدور عليك، بلف وادور عليك. ما شاء الله عليك يا سلوان، بلف وادور عليك. كمية فتوى في الفيديو. انقذني يا طارق، انقذني. يعني مظبوط الكلام ده لوف يو يعني بلف عليك يعني؟ مش في الاغلب. لا اكيد قايسه على حاجه بقى يعني على شخص يعني كده. لا هو لو كمل الفيديو للاخر هيلاقي نصيحه يعني انه للبنات يعني ما تنخدعوش في الرجاله المش كويسين لما بيقول لك اي لاف يو اي مس يو، دي كلمات ليها معاني مبطنه. فانت قطعت هشام، حطيت ده وسبت البنات. انت اخذتي هذا عشان وطالب بالفيديو. لا خلاص بقى وصلت الرساله. طيب ودي العب معاكي لعبه. يلا. اللعبه دمها خفيف رائعه، عبارة عن عجلة، شوفوها بانت أمامنا، جلسة تدور فيها مواضيع، أوكي؟ لما تقول ستوب حنوقف على الموضوع، واللي حتتكلم في الموضوع مين؟ إلهام مش أنتِ، جاهزة؟ الله أعطينا ستوب في أي لحظة. ستوب. ستوب. قلبي وإحساسي. فساتين الحفلات. فساتين الحفلات. عيش الحياة. انطلقي. أعيش الحياة يا رب. مساء الخير على الجميع. How are you and how old are you؟ مش معقول يعني البت منهم بتدور على فستان يجي كده ربع قرن، وتيجي معاها صرة من الدنانير بقى وألوف مؤلفة وتشتري الفستان، وبعديها تلبسه لبسة واحدة والله العظيم وتحطه في الدولاب يتحنط زي المومياء كده، تعامله معاملة المومياء بقى، وتيجي بعدين تقول لك إيه؟ تقول لك أنا والله ما عنديش فستان ألبسه في المناسبة التانية. فيجوا يسألوها يقولوا لها ليه؟ تقول أنا خايفة الناس تفتكروا. طب ما يفتكروه يعني، هو صدمة عصبية تكفى يعني، ما يفتكروه، وانت شارياه عشان يشوفوه يفتكروه. شكرا يا إلهام. اللي بعده. متى تبين ستوب؟ أوكي ستوب. زحمة المدينة. زحمة المدينة ده عندكم بقى. الزحمة دي عندكم؟ زحمة يعني مدروسة. كان في زحمة النهاردة يا شيخ. خلاص بقى يا طارق. زحمة المدينة. يلا. يعني إيه زحمة يعني في الشوارع؟ ما طب ما تتنيل وتسوق وتوصل بيتك وخلاص، قاعد تشتم في السكة وتقول لأ وحسبي الله وتدعي على اللي جنبك. طب ما الزحمة دي تعلمك يا ابن الصبر. الصبر يعني لو ما علمتكش الدنيا الصبر، تعلمك الشوارع. فيعني وتكفى يعني انت يعني يا بزنس مان، تكفى يا الصاروخ الفضائي، عايز توصل يعني عايز توصل بسرعه ليه؟ مستعجل على ايه؟ على امله؟ يلا. شكرا يا الهام. اللي بعده. الاخيره. ستوب. والله ما شاء الله السيناريو جاهز. جاهزين. حفلات. حفلات جنس الجنين. يا سلام. دي لعبه مس الهام. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص جابوا البيبي بقى وعايزين يعرفوا هو بت ولا واد، يعني هيطلع يا بت يا واد، هيطلع ايه يعني؟ بيبي شارك؟ قنديل بحري؟ ما هيطلع يا ولد يا بت، وزعلانين وبيصرخوا وبيزعقوا، لو طلع واد بيعصب ولو طلعت بنت بيفرح. في ايه؟ وبعدين هو الواد يعني هيطلع اينشتاين؟ ما هيطلع واد زي اي واد، والبت يعني هتطلع ايه مثلا؟ سندريلا؟ طب زير وهياط بس لا اكثر. سلام عليكم. شكرا يا الهام. والله رائعه بكل حب. شكرا لك. الله يسلمك. تسلم. خلي هالشوشه دي عندي انا. خلي عندك. يعطيك العافيه الى مكانك. شكرا. الان يا جماعه الاخيره اللي احبها وين راحت؟ الله. اللعبة اللي طول عمري استناها من يوم ما أنا صغير، أستنى اللعبة هذه بقلبي وإحساسي. راح ننقسم إلى فريقين، أنتم فريق حلو وأنا معاكم فريق.
اسمحوا لي بكل حب الف اللفه دي. تعال مكانك بقى، هذا مكانك يا هشام. ايوه هذا مكانك فعلا. اللعبه كالاتي يا جماعه الخير، سكوب راح يشغل لنا اغنيه، الاغنيه هذه راح بعد ما يشغلها راح يوقف، احنا راح نكملها بنفس الريذم بنفس السرعه. اغنيه عندكم واغنيه عندنا. جاهزين؟ سكوب اول اغنيه، الفريق الاول تفضل. الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا لسه عايشين، بدنا ونعيش حياتنا بالحب متوعدين. انت كل اللي حبتني نتنعم في الهوى هيبين. شغل الاغنيه اللي بعدها. رضا والله وراضيناك، ده العقبة وده اللعناك، كافي لا لا تزودها يعني. ما تعبناك يعني وش تبي منا أكتر يا مجنبنا. يا القهر كنترول، إيش الوضع؟ غلط؟ غلط. صفر صفر. دوركم الأغنية اللي بعد. بقى يتقول نفتح باب الأغنية المفهول لنا دور جاي برجوع انساني شوف لك موضوع أرجع. غلط يا حبيبي. ربنا هي صح. اللي بعده. والله هي. والله هي صح. حلو. ستو أنا أنا إيه يا ستو أنا. الله. ستو أنا أنا قلبي برتقال بسرة بنتك بنت حرة تصوري عصير. الله. الله علينا 100%. واحد صفر لنا الحمد لله. شوف رب العالمين، والله طول ما أنت راضي زوجتك أقسم بالله أبواب الرزق راح تنفتح. والله العظيم. اللي بعد تفضلوا. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عم بحكي له واشرح له واشرح وايد اصوات فجاه لقيتها بالراس البحر خارجه من الميه وطلت اقوى من السحر لما شفتها قلبي بقيت ارجع والطبله دخلت ماشي خلاص حتمشيها لوحه مظبوط. اللي بعد واحد واحد. سكوب زبطني زبطني نزل عليك. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. الله علينا يا ابو الهش. لا. اثنين سهلة. اثنين واحد لكم. اللي بعده. الله خليها لنا يا ابن الذين. الناس الحلوة سعيدة يا سيدي يا جبال وغال وتخديك دي علي ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة لسه شوية طب وحياة المحبة ما جيت جيت جنبي خلاص خليك غلط غلط لأنك انت طلعت على التايم طلع على التوقيت الناس الحلوة سعيدة ربنا صح انت طلعت على التوقيت والله ربنا صح ايوه خلي خلي الدلع ينفع ربنا صح انت لازم تمشي مع التوقيت والله صح والله لازم تمشي مع التوقيت غلط امشي ورا الاداء الحركي ايوه ايوه الاداء الحركي والله العظيم اتكلم الشرح عليه درجات ايه انت ارقص وش مع الزمن احنا اساسا عايزين نخسر عشان العين والحسد بقى ماشي اثنين اثنين واحد ان شاء الله يا رب تجيبها جو عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون أمل موزوع غلط لا لا النية سبحان الله النية عندكم فرصة تعادل مرة واحدة يلا خذني وبأتمان طبعا عملنا شغل لهم شيء يا شيخ سكوب الله يخليك جيب لي أغنية عمرها 80 سنة أم كلثوم بقى سواح وأنا ماشي ليالي سواح خمن وين يا سكوب وانا ماشي ليالي سواح وانا ماشي ليالي سواح خسران النتيجة النهائية من اللي فاز عندنا 2-1 الله ألف مبروك فزنا والله الحمد لله رب العالمين
والله لا رب العالمين لما بيري الحمد لله هو مشان ما تطلعوش برا الاغنيه انسان راضي والدين وراضي زوجه وانا ان شاء الله اللي قبل والله على فكره ما لي علاقه فيك بس اقول لك سؤال ارجع لخيولك ارجع للسوشيال ميديا ارجع لي الهام واحنا نرجع للهجوميه الله اكبر الله اكبر شكرا لكم جميعا I love you, thank you very much. نشوفكم في حلقة جديدة في هذا مكانك الأسبوع الجاي في أمان الله.